إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، نمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأزدت البرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، في يوم جديد من أيام الله تعالى، من أيام شهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ما زلنا نعيش مع نفحات مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم لا إخوة الإيمان؟ فهو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا، رسول الإنسانية والسلام والإسلام، عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. اختصه المولى تبارك وتعالى بالشفاعة وأعطاه الكوثر. سيدي يا رسول الله، لقد علمت اللسان الذكر، وعلمت القلوب الشكر، وعلمت الجسد الصبر، وعلمت النفس الطهر. بعثت بالرسالة وحكمت بالعدالة، وعلمت من الجهالة وهديت من الضلالة. فما أعظمك من نبي، حبيبا ومحبوبا ومحبا، رسول الحب في ذكراك قربي، وتحت لواك أطواق النجاة. عليك صلاة ربي ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة. مستمعين الكرام، ونحن في هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، ما أجمل مستمعينا دائما أن نبدأ بالقرآن الكريم. يتصل حديث ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 75 من سورة البقرة، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ما عقلوه وهم يعلمون. لا إله إلا الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا اشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى المساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأيدناه برسل
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاء يفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ويكفرون بما وراءه وهو
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله حجة لنا علينا، واجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح في مستهل نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، وكان أبعد الناس عن الغضب وأسرعهم رضا، وكان صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا بنت وهب رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم خير مولودي، فأي حادثة كبرى وأي فتى وأي يوم من الأيام مشهودي، النجم مؤتلق والدهر مبتسم، حتى ملائكة الرحمن في عيدي، سميه ما شئت في أسمائه صور تجمعت في إطار غير محدود، من آي ربك يكفيه على خلق شهادة فيه لم تكتب لموجودي، محمد أحمد طه نلقبه بالمصطفى وبياسين ومحمود. يا مولد المصطفى جدد لنا أملا، ويا ليالي الهدى عودي لنا عودي. مستمعين الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق
كلم مولاه العظيم. اللهم فرج كربي كما وعدت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب عفوك ورضاك كالبدر في العلياء عند تمامه. ولد الهدى يا سعدنا يا سعدنا بقدومه كالبدر في العلياء عند تمامه. نشر الضياء على الوجوه وأعاد فيه النور بعد ظلامه. والله ما عرف الورى كمحمد في حسن سيرته وطيب كلامه. الجزع حن لوعظه وله بكى وسقى الأرض من إسجامه. وكذا البعير حكى وفضفض همه وشكى إليه الشح في يرعاه رب العرش فوق سمائه
صلى الله عليه وسلم يرعى رب العرش فوق سمائه وعلى الثرى وعلى الثرى متظللا بغمامي. خلقا وخلقا زانه رب الورى. خلقا وخلقا خلقا وخلقا زانه رب الورى. والخير كل الخير في أسر القلوب أسر القلوب بهديه وبعدله شهد الأعادي أنه خير الورى. وخيارهم وخيارهم في سلمه وسلامي. وهو الذي غمر اليتامى عطفه، وهو اليتيم وهو اليتيم غدا أبا أنا مادح مدح النبي كرامة. أنا مادح أنا مادح مدح النبي كرامة حبا يفوق الصب في أثر القلوب. رسول الله أثر القلوب بهديه وبعدله شهد الأعادي أنه خير الورى. شهد الأعادي
شهد الأعادي أنه خير الورى وخيارهم في سلمه وسلامه. وهو الذي غمر اليتامى عطفه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي غمر اليتامى عطفه وهو اليتيم غدا أبا أيتامه. شهد الأعادي أنه خير الورى وخياره في سلمه وسلامه. وهو اليتيم غدا أبا أيتامه. أنا ما مدح الذي كرامة حبا يفوق الصب في تهيامه. الصلاة والسلام والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أن محمد
محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ المبتهل منتصر الأكرت الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية في إطار نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وعلى الفور مستمعينا، قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة مهتدين ومقتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام تتعلق قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم.
تلك الذكرى التي تخفق لها القلوب والأسماع وتبتهج بها نفوس المؤمنين. كانت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا للحياة الإنسانية، فهو في خلوته يصلي ويطيل الخشوع، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ولدت أمة الإسلام بمولدك في شهر الربيع. صلاة وسلاما عليك يا من ازدهرت أمة الإسلام ونمت بهجرتك إلى المدينة في شهر الربيع. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت أمة الإسلام رشدها حينما توفاك ربك في شهر الربيع. ويتصل حديث ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ذكرى انتصارات المجيدة، ونحن في شهر الانتصارات يذكرنا هذا الشهر بانتصار اكتوبر العظيم، فيه ارتفعت هتافات جند مصر ورددت قلوبهم وألسنتهم فيه صيحة النصر الله أكبر، وهم يعبرون أعتى الموانع الصناعية. أيدهم المولى تبارك وتعالى بعونه وثبت قلوبهم وأقدامهم وقذف الرعب في قلوب أعدائهم. الله أكبر صيحة النصر، كانت صيحة الله أكبر هي السلاح الماضي في المعركة. الله أكبر سبحانه خالق الكون ومدبر شأنه، من استعان به فقد لاذ بالجهار. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة التلاوة، ويؤمنا في الصلاة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا Thank you.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم ورحمكم الله. استقيموا واستووا، سووا الصف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. صل صلاة مودع، وفقني الله وإياكم لما يحبه وارضاه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واغفر لشهدائنا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واغفر لشهدائنا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. صل اللهم على سيدنا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، عندما يهل علينا هلال ربيع الأول فاعلم يقينا أنه هلال الخير والسعادة، وهو أيضا ربيع الحياة والنور والخير والسرور، فهو شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد كان ميلاده ميلادا للعقول الحائرة والقلوب المكلومة والأنفس المثقلة، فأحيا الله بميلاده الحياة، ورد بميلاده صلى الله عليه وسلم للأنفس والأرواح والعقول حظوظها من الحق والإحسان. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك العظيم. هكذا مستمعين الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. سعدنا مستمعينا بصحبة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية من الهندسة الإذاعية الزميل مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي وجلال عبد النبي، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، رامي عبد المنعم، هاني سليمان، عبد العزيز الجهني. سعدت بصحبة زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، كل عام وأنتم بخير، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر ربيع الأول من عام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من أكتوبر من عام 2022 من الميلاد.